بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه جميعا؟ ايه اخباركم؟ عملتوا شغل حلو في الفاينل بروجكت وبصيت عليه. زوري ان انا صوتي واطي، بس عندي شوية برد وتعبان و يعني مش هقدر اعلي صوتي النهارده. فإن شاء الله انتوا الناس اللي قدمت لي الفاينل بروجكت الناس اللي قدمت لي الفاينل بروجكت انا بصيت عليه وشفته، والناس اللي كانت بتقول لي على الجروب دلوقتي هندسة قول لنا على المشاكل بتاعتنا في الفاينل بروجكت، وهم يعتبر 3 مشاكل. أستاذ محمد بدر كان عايز يعرف المشاكل، هو غلط في البروسيس كابابيلتي يا أستاذ محمد بدر، وأنا زعلت. يعني البروسيس كابابيلتي المفروض من زيرو لواحد تبقى نيد امبروف يا أستاذ محمد، مش كيبابل. والنقطة دي النقطة التانية، الناس اللي غلطت في البروسيس كابابيلتي رغم اللي أنا شرحتها كتير جدا، يعني تعدي 10 مرات شرح، وعندنا النقطة التانية الناس قلت لها في الفاينل بروجكت تعمل كل حاجة في صفحة لوحديها، فبالرغم برضو الناس كلها كتبت كل حاجة على بعضها محدش قدر يفصل لي ما بين الديفاين والميجر والكنترول. كل الناس فتحت على بعضها البروجكت، وده طبعا الله يسلمك استاذ، تشكر وتسلم لذوقك، شكرا ليك. وده طبعا مش صح، لان انا قلت لما نيجي نعمل الفاينل بروجكت بتاعنا نبتدي بالانيشال اسيسمنت، وبعد كده نحسب الانيشال اسيسمنت، وهنقول دلوقتي في المراجعه تاني بالنسبه للناس اللي ما حضرتش معايا المحاضره اللي فاتت ومراجعه الفاينل بروجكت. الفاينل بروجكت بيبقى ليه سيكونس وليه خطوات ستيبس نمشي عليها، فما ينفعش تكتب كل حاجه مع بعضيها، لازم تفصل كل شابتر عن التاني، ولازم تحدد في كل شابتر ده السبجكت بتاعك، تكتب السبجكت ده اسمه ايه ده اسمه ايه، ما تحطليش السايبوك مع الفويس اوف كاستمر من غير ما تكتب لي ده سايبوك وفويس اوف كاستمر، ما تحطليش الديفاين مع الميجر مع الاناليز من غير ما تكتب لي وتحدد لي ده ديفاين وده اناليز وده ميجر، تكتبليش كل حاجه لبعضيها. فده طبعا بتفرق من المشروع الممتاز والجيد جدا. والناس اللي عملت دي كل نقط الضعف، يعني في المشاريع اللي انا بقولها لكم دي دلوقتي هي دي نقط الضعف. والناس اللي عملت المشروع ناقص، يعني في ناس يعني للاسف للاسف عملت لي المشروع لغايه الميجر وكاتبه لي الانحراف المعياري في الفاينل بروجكت. الانحراف المعياري دوت دي حاجة يعني أنا ما طلبتهاش، يعني حطالي الانحراف المعياري مع الانيشال اسيسمنت للأسف، يعني الانحراف المعياري ده وحدة قياس. فأدي كل نقط الضعف. وبعدين بقى في الأول وفي الآخر شكل البروجكت نفسه، شكل البروجكت، الناس اللي عملت دايجرامات والناس اللي عملت شغل عالي في الفاينل بروجكت طبعا دي لازم تتميز ولازم تاخد ممتاز وجيد جدا. كل الناس اللي خدت ممتاز وجيد جدا عملوا شغل جامد، وان شاء الله هنقدرهم بشهادات فوق شهادة الكورس، هياخدوا شهادات تميز، وكل الناس اللي تعبت في المشروع هتقدر عليه بشهادة أخرى. ولازم كل واحد تعب في المشروع وبذل مجهود فيه وحط داتا ولم
ولم معلومات من كل حتة في المكان بتاعه، العمل بتاعه، فلازم طبعا يجزى عليه. وإن شاء الله اتفقت مع المهندس أحمد حسام اللي هتبقى فيه شهادات تميز مختلفة عن شهادة الكورس، هتنزل إن شاء الله مع في خلال الأسبوع الجاي. يبتدي المهندس أحمد حسام يبتدي هيعمل الشهادات إن شاء الله من يوم السبت، من بكرة إن شاء الله. أول لما الناس تبعت الفاينل بروجكت، الناس اللي ما بعتتش لسه، في ناس بتقول لي ادينا فرصة يا هندسة، فأنا أديكم فرصة لغاية النهارده بالليل. أكتر من كده مش هينفع، لأن الناس عايزة تشتغل الشهادات، ولازم برضو نديها فرصتها في عمل الشهادات. والناس اللي ما بعتتش تلحق تبعت النهارده الفاينل بروجكت، وفي فرصه النهارده. الناس اللي مش فاهمه يعني ايه فاينل بروجكت، انا هقول لها وهعيد تاني، هعمل ريفيجن بسرعه على الفاينل بروجكت، وهقول لكم ان شاء الله النهارده ازاي تعرفوا تعملوا فاينل بروجكت للناس اللي ما بعتتش. احنا قلنا اول حاجة عندنا هنعمل الانيشيال اسيسمنت، والانيشيال اسيسمنت بيتعمل ازاي؟ من خلال الجدول اللي احنا قلنا عليه. طبعا للأسف في ناس عملت لي الانيشيال اسيسمنت غير اللي انا قلته خالص، يعني غير اللي انا قلته خالص، يعني عملوا لي جدول ولا حطوا فيه الاوبورتيونيتي، ولا حطوا فيه الديفكتس، ولا حطوا فيه اليونتس اللي احنا قلنا نعملها كورسات تحت كل يونت. عملت لي خانتين يعني للاسف، يعني ناس في كتير قوي يعني. طبعا ده يعني بيفرق بقى في التقدير اللي بياخده. طبعا يعني الممتاز والجيد جدا دول هم اللي عملوا الافضليه في المشاريع، انما اللي ما التزمش بقى وكتب اي حاجه وعمل اي حاجه ودخل كل حاجه في بعضيها وعمل الحاجه ناقصه، فده طبعا ما خدش التقدير زي زمايله كويس. فعشان كده الناس اللي كانت بتسالني على الجروب يا هندسه ليه يقول لنا نقاط الضعف، وادي نقط الضعف ايه ونقط القوه، عشان الناس لما تيجي تطبق ان شاء الله في الكورس اللي جاي الفاينل بروجكت تبقى فاهمه السيكونس بتاعه ايه، خطواته ايه، وايه اللي يتحط وايه اللي ما يتحطش، وايه اللي انا يعني المفروض اظبط عمايله اللي انا ما يعني فاهمني. وانا دلوقتي هقول الستيبس تاني بتاعت الفاينل بروجكت كده في عجاله، مع لسه بقول النهارده عشان انا تعبان جدا، ورغم تعبي دوت والله انا كنت النهارده يعني هكتب لكم على الجروبين، انا اسف مش هقدر يعني احضر المحاضره معاكم لان جاي عندي دور برد شديد جدا، ورغم ذلك برضو انا صححت الامتحانات، صححت الفاينل بروجكت امبارح وبصيت عليه وعملت لكم كشف الدرجات بتاعته والتقديرات وبعته، وقلت برضو ايه يعني ذنبها ايه الناس اللي لسه ما عملتش وعندها فرصه لغايه النهارده، ف هقعد برضه اقول لها الستيبس والسيكونس بتاعهم عشان لما يجوا يبعتوا النهارده ان شاء الله يعرفوا يعملوا الفاينل بروجكت. فهنبدا بالانيشيال اسيسمنت، وقلنا الانيشيال اسيسمنت بنعمل الجدول الكبير اللي احنا قلنا عليه، بناخد على الاقل اقصر حاجه 30 عينه، اللي عايز يعمل اقل من 30 عينه يعمل، يعني ما تزودش عن 30 عينه، وتحط عندك اليونتس والاوبورتيونيتي بالديفكتس والتوتال ديفكتس. وحسبنا قلنا في ثلاث قوانين مهمين جدا لازم نحطهم معانا في الانيشيال اسيسمنت، اللي هي الدي بي يو اللي هي الديفكتس بير يونتس ايكوال نمبر اوف ديفكتس على نمبر اوف يونتس، وقلنا الدي بي او اللي هي الديفكتس بير اوبورتيونيتي ايكوال الدي بي يو بير النمبر اوف اوبورتيونيتي، وقلنا الدي بي ام او اللي هي الديفكتس بير مليون اوبورتيونيتي ايكوال الدي بي او في 10 اس 6. الثلاث قوانين دول اعيدهم تاني، دول اللي هم بتوع الانيشيال اسيسمنت
اللي هم الدي بي يو ديفكتس بير يونتس ايكوال نمبر بير ديفكتس على النمبر اوف يونتس، والدي بي او الديفكتس بير اوبورتيونيتي ايكوال الدي بي يو بير نمبر اوف اوبورتيونيتي، والدي بي ام او اللي هي الديفكتس بير مليون اوبورتيونيتي ايكوال دي بي او في 10 و6. ومن خلال الكالكوليتر شيت بنحسب السيجما ليفل. دي اول خطوه عندنا. فلما باجي اعمل الانيشال اسسمنت بعمل كده صفحه واكتب فيها انيشال اسسمنت في الاول، صفحه كده لوحديها في النص، وبعد كده بخش على الانيشال اسسمنت واحط القوانين بتاعته واحط الايه الكالكوليتر شيت، مش احطها كلها في بعضيها كده. بعد كده بعمل البروسيس فلو شارت دياجرام، بكتب برضو البروسيس فلو شارت دياجرام وبعمل الدياجرام بتاعي بتاع البروسيس فلو شارت دياجرام. وبعد كده بخش في صفحه ثانيه خالص بكتب الديفاين، وقلنا الديفاين ديفاين ذا بروبلم اند ايه ذا اوبجكتيفز، اللي هي بنعرف المشكله والاهداف. طب بنعرف المشكله والاهداف ازاي؟ عن طريق السايبوك، بكتب سايبوك واحط الايه السايبوك بتاعي، واجي السايبوك يعني لازم يتعمل برضه في شكل كويس وفي دياجرام. وبعد كده بعمل الفويس اوف كاستمر، وقلنا الفويس اوف كاستمر يا اما تحط لي النسبتين السيلز اللي هي الليميت اللور سبيسيفيكيشن ليميت والابر سبيسيفيكيشن ليميت، يا اما الجدول بتاعي اللي هو بتاع الكاستمر سيرفي. وبعد كده بعد ما بخلص الديفاين بحط السايبوك وبحط الفويس اوف كاستمر، كده خلص الديفاين. بخش على شابتر جديد اللي هو الميجر، ما سيحش بقى الدنيا في بعضيها وكاتب ده مع ده مع ده، لا يعني لازم كل حاجه احطها في المشروع يبقى ليها ايه فاصل وليها صفحه مختلفه عن الصفحه اللي معاك. طيب بعد كده بنقول الميجر، عندي في الميجر جدول البيانات المجمعه نعمله في صفحه، والباريتو شارت هنعمله في صفحه، ده بالنسبه في الميجر. طيب بالنسبه للانالايز، بالنسبه للانالايز هنحط البروسيس كابابيلتي. للاسف في ناس غلطت في البروسيس كابابيلتي تاني رغم الشرح الكبير اللي انا شرحته فيها وعدد المرات، وقلت باختصار ان البروسيس كابابيلتي العمليه بتبقى كيبابل لما بتكون اكبر من واحد بس. العلاقه واحد اقل من البي بي كي، او البي بي كي اكبر من الواحد كيبابل، او واحد اكبر من واحد اقل من البي بي كي، او البي بي كي اكبر من الواحد، او باختصار عشان علاقه اكبر منه واصغر منه بتلخفنكو، اي عدد اكبر من الواحد يبقى كيبابل. يعني دايما الكيبابل ما بتبقاش اي عدد اقل من الواحد، بيبقى اكبر من الواحد عشان ما تتلخفنوش باكبر من واصغر من واحد اقل من البي بي كي، والبي بي كي اكبر من الواحد. يعني ايه؟ اي عدد صحيح اكبر من الواحد بتبقى كيبابل. 1.9 1.3 2 4 5 اي عدد اكبر من الواحد بتبقى العمليه كيبابل، والعمليه من ما تبقى من 0 لواحد يعني بتبقى اقل من واحد، من صفر لغايه واحد بتبقى نيد امبروف، والماينس ريهابيليتيشن. يعني يا ريت بقى الناس ما تغلطش تاني في الموضوع ده، لان يعني الموضوع ده طل يعني شرحه كتير. بروسيس كيبابيلتي من الحاجات المهمه جدا، لما يكون العدد اكبر من واحد بتبقى البي بي كي اكبر من الواحد، البي بي كي تاني اهو البي بي كي اكبر من الواحد، اي عدد اكبر من واحد في البي بي كي بتبقى كيبو، ومن زيرو لواحد نيد امبروف، ومن ماينس ريهابيليتيشن. طيب احنا قلنا الامبروف، خدنا الخمس حاجات في الامبروف، خدنا البروسيس ماتريكس، وخدنا التري دياجرام، وبعد كده خدنا التري دياجرام تاني مع البلاننج ماتريكس،
وخدنا الاكشن بلان اللي هي الفايف واي اند تو هاو، وخدنا الفيلير مود اند افكت اناليسيس اللي هي الفيميا، وقلنا اختاروا لي في الامبروف حاجتين من الايه الخمسه دول او من الاربعه دول، والناس كلها يعني عملتهم. طيب بالنسبه للكنترول، خدنا السبع خرائط بتوع الكنترول بتوعنا وشرحناهم احنا المحاضره اللي فاتت، وقلت عندنا الفاريابلز وعندنا الاتريبيوت. عند الفاريابلز في ثلاث خرائط اللي هي الاكس اس الاكس بار اند اس اند اس شارت، والاكس بار اند شارت، والاي ام ار، وقلت اختاروا لي واحد من ده. ومن الفاريابلز والاتريبيوتس خدنا اربع انواع اللي هم اليو السي والبي والان بي، وقلنا ان الاتريبيوتس شرط اختاروا لي نوع من الاربعه دول. وقلنا لما الحاله بتبقى طبيعيه وتبقى ما بين اللور 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 كنترول ليميت والابر كنترول ليميت بتبقى نورمال بيهيفير، ولما بتبقى الحاله غير طبيعيه وتعدي المسموح في الابر واللور بتبقى انفستيجيت كوز. وكل الناس الحمد لله يعني قدرت تعمل الجزء بتاع الكنترول تمام، وفهمت الكنترول تمام تمام كده. انا عايز كده من خلال الجروب تبتدي الناس يعني شات تبتدي تسألني اي حاجة في الفاينل بروجكت بالنسبة لدرجاتكم، لو عايزين درجاتكم، واللي شاكك في التقدير بتاعه يقول لي على الشات دلوقتي، وانا هقول له انت غلطت في ايه وعملت ايه وايه سبب المشكلة عندك. اتفضلوا يعني على الشات، اي حد ليه اي كومنت. الناس معايا؟ الناس معايا على الشات؟ طبعا صوتي النهارده مش واضح، معلش اعذروني، عندي تعبان بجد وعندي دور برد جامد، فاعذروني يعني. يعني جو يعني اللي عنده اي سؤال يبتدي يقول له على الشات وانا هجاوبه يعني. الله يسلمك، تشكر على الوزور. واللي ما بعتش الفاينل بروجكت يبتدي يبعته، عندكم تولرنس النهارده لغايه الساعه 12 بالليل. والفاينل بروجكت مش صعب يعني، لو الناس فهمت معايا الكورس يعني الفاينل بروجكت انا طلبت من يعني انا بالظبط الكورس عندي كبير، الكورس هنا كبير. الفاينل بروجكت انا طلبت ربع يعني اللي انا طلبته في الفاينل بروجكت ربع كورس، ربع كورس يعني. لو جيتوا تلاحظوا الحاجات اللي انا طالبها في الفاينل بروجكت هي تقريبا ربع اللي انا شرحته يعني، فحاجه قليله قوي من الكورس، لان كورس 6 سيجما كبير. وزي ما انتم حضرتوا معايا احنا بقى لنا شهر ونص بنشرح، و لو بعمل تحليل دايما يا استاذ اشرف الابر سبيسيفيكيشن واللور سبيسيفيكيشن مش انت اللي بتحللها. الفويس اوف كاستمر اللي هو قسم السيل، انت لما بتجيب اللور سبيسيفيكيشن ليميت والابر سبيسيفيكيشن ليميت ما بيبقاش من خلالك انت، بيبقى من قسم المبيعات، لان دايما اي منتج بيجي على قسم المبيعات الاول. يعني لو اي منتج جديد داخل الشركه عندك او بيخش الشركه عندك فما بيجيلكش انت كهيئه منفذه، بيجي الاول لقسم المبيعات. قسم المبيعات هو اللي بيتفق معاه، هو وبيكتب العقد معاه وبيحدد كل حاجه معاه وبيدرس المنتج وبيحدد من خلال المنتج ومن خلال طلبات العميل lower specification والupper specification. فانت عشان كده انا بقول لك دايما لما تيجي تاخد اللور سبيسيفيكيشن والابر سبيسيفيكيشن ليميت مش انت اللي بتحددها، ده
ده قسم السيلز اللي بيحددها، لان هي الجهه المباشره للتعامل مع العميل في ايه؟ في اصدار المنتج او اي منتج بيخش المكان او الخدمه، مش انت اللي بتتفق عليه، بتبقى اداره المبيعات. ومن خلال اداره المبيعات هي القسم الاول اللي هي بتتعامل مع اللي بتتعامل مع الـ مع الكلاين في النقطة ديت. فهو بيدرس المواصفة قسم المبيعات وبيحدد الأبر سبيسيفيكيشن واللور سبيسيفيكيشن. تمام يا أستاذ أشرف، السؤال بتاع حضرتك. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني في الكورس او في الفاينل بروجكت ايا كان؟ ايا كان يعني. مش حد عنده أسئلة خالص؟ طيب مفيش حد عنده اي سؤال في الفاينل بروجكت ولا التقدير اللي خده؟ يعني الناس اللي هي كانت بتتكلم عايزه، يعني لو اي حد عايز يعيد تاني. انا قلت لكم النقط بتاعه الضعف ونقط القوه. في نقط القوه الناس بصراحه اللي خدت امتياز وجيد جدا، عامله مشاريع يعني الله اكبر، يعني مشاريع جامده قوي، عاملين مشاريع جامدة قوي. وبصراحة أنا شفت كل مشروع وقريته نقطة نقطة، يعني أنا قعدت امبارح وأول امبارح أقرأ المشاريع. وبصراحة يعني الناس اللي جابت امتياز وجيد جدا عاملة شغل جامد جدا جدا، وفعلا فهمت الكورس. يعني الناس اللي طلعت المجهود دوت في الفاينل بروجكت وطلع بالصورة دي وكده فهمت الكورس. وطبعا الفاينل بروجكت مش صعب، يعني زي ما قلت لكم ان الفاينل بروجكت يعني يعتبر ربع المنهج اللي احنا شرحناه. الحاجات اللي مطلوبه فيه هي ربع المنهج بس، هي اللي شامله كل حاجه وهي اللي بتتنفذ عملي، هي اللي بتتنفذ عملي من خلال السيكس سيجما. ان شاء الله باذن الله انا الفتره الجايه هبتدي اظبط كورسات تانيه مع البي ام ارابيا في السكس سيجما، وهدخل حاجات جديده، هدخل بقى اللين مانيفاكتشرنج، وهدخل الفايف اس، وهدخل الفاينل بروجكت برضو تاني، وهدخل واعيد طبعا شرح الحاجات دي تاني كورس سكس سيجما. وان شاء الله ربنا يسهل وربنا يسهل الجميع ان شاء الله. مفيش اي حد عنده سؤال قبل ما نختم؟ اي حد عنده سؤال؟ طيب انا منتظر النهارده الناس اللي ما بعتتش الفاينل بروجكت تبتدي تبعته. وانا قلت عليه 30 درجة والحضور عليه 50 والتمارين الاسبوعية عليها 20، يبقى كده مجمل الدرجات 100. دي بالنسبة للدرجات بتاعة شهادة الكورس سيكس سيجما ميثودولوجي. وإن شاء الله كلكم ناجحين بإذن الله، وكلكم معاكم هتاخدوا شهاداتكم إن شاء الله، وكلكم يعني شهادات التميز بتاعتكم برضو في الكورس بتاع الفاينل بروجكت.
يعني انا قلت لكم اللي هياخد امتياز او جيد جدا في فاينل بروجكت ليه شهاده تانية مختلفه عن شهاده الكورس، وربنا يسهل ليكم جميعا، وبتمنى ليكم النجاح، وبتمنى ليكم كلكم باذن الله، باذن الله يعني العلو في مكانكم في مكان عملكم، واسمع عنكم كل خير ان شاء الله، وهتقابل معاكم تاني ان شاء الله في السكس سيجما من خلال بي اي ام ارابيا، واشوفكم على خير ان شاء الله. لو في اي حد فيكم عايز يسأل اي سؤال لو في اي حد فيكم عايز يسأل اي سؤال طب تمام كده، احنا كده يعني خلصنا كده الكورس بتاعنا، وان شاء الله انا اتفقت مع المهندس احمد حسام من يوم السبت ان شاء الله هيبتدي يعمل شهادات، ولو في ناس بعتت النهارده الفاينل بروجكت المهندس احمد حسام هيضيفها في الكشف اللي انا بعته لكم النهارده، وهيقول لكم على التقديرات بتاعتكو، وإن شاء الله كلكم ناجحين في الكورس بتاعنا سيكس سيجما، وأتمنى إن أنتوا قبل ما يعني تكونوا فهمتوا حاجة، وكورس سيكس سيجما خلي بالكم من الكورسات الصعبة جدا، يعني من الكورسات اللي ما فيش أي حد بيدرسها، يعني نادرا ما بتلاقي حد يدرس السيكس سيجما، مش زي البي ام بي ومش زي الام بي اي، يعني دي كورسات بتبقى مشهوره جدا في التدريس، السيكس سيجما بالذات بيبقى المجال بتاعها يعني قليل، عشان هو من الكورسات الصعبه وبيحتاج لاحصاء وتمارين وتدريبات وكل استخداماته على المينيتاب والاكسل، والحاجات دي طبعا ما بتكونش سهلة عند ناس كتير، فأرجو ان انتوا تكونوا فهمتوا معايا الكورس، وإن شاء الله أشوفكم في كورسات جاية كتير وفي جديد دايما إن شاء الله، وطبعا انتوا يعني هتتابعوا الموضوع مع المهندس أحمد حسام أو المهندس عمرو سليم، وأنا بشكرهم جدا لتعاونهم الفترة اللي فاتت معانا وتعبهم معانا في الكورس، جزاهم الله كل خير، ناس فعلا تعبت معانا في الكورس وقدمته بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، و يعني انا عايز اقول لكم الكورس دوت مش متاح في كتير من الاماكن الكبيرة، يعني لو حضراتكم سألتوا دلوقتي في الجامعة الأمريكية مثلا على كورس 6 سيجما مش هتلاقوا حد بيدي هناك دلوقتي في التوقيت ده، شوف الجامعة الأمريكية كمنظومة كبيرة مثلا ممكن بتحدد كورس 6 سيجما في خلال سنتين ثلاثة بتنظم كورس، كورس 6 سيجما من الكورسات المهمة جدا، ونادرا ما حد بيدرسها يعني، واحنا نشكر المهندس عمرو سليم نشكره اللي هو تنظيم الكورس دوت، وبنشكر المهندس احمد حسام لتعبه معانا وتعاونه في الحضور والكشوف ومتابعة الناس الحضور، وارجو ان انتم تكونوا فهمتوا معايا ماده علميه كويسه هتفكوا في مكان عملكم، يعني بعيد عن الشهاده وبعيد عن الفاينل بروجكت وشهادته والتقديرات، انتوا كده فهمتوا حاجه يعني هتوسع الافق بتاعكم في عملكم، يعني ايا كان العمل بقى سواء صناعي او خدمي او تجاري او ايا كان، مادة السكس سيجما طبعا شاملة كل الكورسات، شاملة إدارة مشروعات،
شاملة إدارة جودة، شاملة إدارة عمليات. تعتبر سيكس سيجما شاملة كل اللي أنا قلته دوت، تدرس فيها إدارات مشروعات، تعمل فيها الفاينل بروجكت، وتعمل فيها البلانينج، وتعمل فيها البروجكت شارتر. دي إدارة مشروعات، تعتبر شاملة إدارة العمليات، السيكونس والطرق اللي انت بتستخدمها في العمليات، وازاي بتقدر تعمل امبروف للعمليه، وازاي بتقدر تعمل كنترول للعمليه. فشامله اداره العمليات وشامله شامله اداره الجوده. وتعتبر ان السيكس سيجما شامله ثلاث ادارات الشغل، مشروعات وعمليات وجودة. فعشان كده بنقول ان السيكس سيجما دايما دورة شاملة بتدرس فيها كل شيء. وان شاء الله بإذن الله بقى في الكورس الجديد لما ان شاء الله نحدده مع البي اي ام عربيا، هنشرح اللين بقى، وهنشرح اللين مانيفاكتشرنج، وهنشرح الفايف اس، حاجات بقى بتبقى خاصة بقى لإيه بالتطوير والقايزن، والحاجات اللي هي بقى بتبقى يعني عايزة بقى إيه وقت كبير في الشرح. والحاجات دي طبعا من الحاجات المهمة جدا في السيكس سيجما، واللين يعني يعتبر أدواته كتير زي جاست ان تايم، وحاجات بقى والفايف اس، وحاجات زي الـ OEE، وحاجات كتير قوي يعني مش هنقدر طبعا نقولها كلها دلوقتي. تعتبر كورس تاني، وتعتبر استاذ شريف ياسر بيسأل لازم اجمع بيانات تاني بعد الامبروف. لا، وحضرتك الامبروف هتجمع بيانات تاني، انت بتعمل البروسيس ماتريكس او التري ديجرام او الاكشن بلان. لا، الكنترول ملوش دعوه بالامبروف يا استاذ شريف، انا فهمت سؤالك كده، انت بتقول علشان اعمل الكنترول. لا، الكنترول ملوش دعوه بالامبروف، الكنترول عشان تاكد الامبروف، عشان تاكد العمليه بتاعه التحسين. انت لازم تعمل كنترول عموما على العمليه عشان تاكد التحسين، عشان تاكد التحسينات وتضمن ان العمليه ديت يعني داخل الامبروف. انما مش هتجمع بيانات تاني ولا حاجه، انت الكنترول بتعمل خريطه مش عشان هي المرحله اللي بعد الامبروف، لا، عشان تاكد ان التحسينات شغاله كويس. بس معايا يا استاذ شريف؟ تمام كده. انما هي مش لازم تجمع بيانات تاني بعد الامبروف، الامبروف خلاص اخر حاجه عندك الامبروف. انما الكنترول دي بتبقى حاجه بقى منفصله تانيه خالص عشان تاكد التحسينات مش عشان الامبروف. ممكن، ايوه، الله ينور عليك، اعمل الكنترول على نفس البيانات البروسيس كيبابيلتي. تمام يا استاذ شريف، لان بيانات البروسيس كيبابيلتي تعتبر حاجات قياس، فمفيش مشكله. لا، هي انت صح، يعني انت صح، اعمل الكنترول بتاعك على بيانات البروسيس كيبابيلتي. سؤال جميل جدا جدا استاذ شريف اسر. استاذ شريف انت يعني انت استاذ شريف ما بعتليش المشروع بتاعك ليه؟ انت من الناس الممتازه في الكورس وفاهمه يعني. انا مستني منك الفاينل بروجكت بتاعك النهارده، يعني انت من اكتر الناس اللي فاهمه كورس السيكس سيجما، يعني بتتفاعل معايا على الشات دايما، وبتسال وعندك خلفيه كبيره ما شاء الله في المواضيع دي. فاتفاجئت ان حضرتك مش بعت الفاينل بروجكت بتاعك. ما هو ممكن يكون وقتك فعلا مش يعني مش سعيك في موضوع اللي انت تعمله، بس هو انت يعني شغال معايا من الاول
وأرجو منك إن أنت يعني إيه تنفذ تستفاد أكتر. سؤالك إحنا ممكن نعمل الكنترول على نفس بيانات البروسيس كابابيلتي. تمام، أنت كده يعني فاهم الدنيا. البروسيس كابابيلتي فعلا أنت بتجيب جدول بيانات مقاسة، فأنت ممكن تدخلها في الكنترول شارت، مفيش مشكلة. ماشي، يعني الناس اللي ما عملتش الفاينل بروجكت خلي بالكوا، يعني هي والله ما هتخسر خالص. الفاينل بروجكت بيعلمك الشغل العملي وازاي تطبقه في شغلك. لا بص يا استاذ شريف، انت بتاخد البيانات في البروسيس كابابيلتي تمام، وبتطبق عليها الامبروف. الكنترول شارت ديت دي بيان احصائي، زي ما كنا بنقول ان البروسيس شارت حاجه احصائيه، بيان احصائي بتتابع بيه بس خط سير العمليه ومدى اهميه التحسينات، وبتشوف اذا كانت العمليه ديت شغاله في المسار بتاعها صح، وبتطبقها بالمخطط. لا طب تمام، الله ينور عليك يا استاذ شريف، انا مستني المشروع بتاعك النهارده ان شاء الله. لا، بلاش اطبق التحسين، هي الكنترول ملهاش اي علاقه باللي قبلها. الكنترول دوت بتبقى عمليه بيان احصائي، خريطه احصائيه او احصاء بياني، بتتابع فيه الخط سير العمليه، ولو لقيت في المسار بتاعك ازاي اللي انت شايفه طبعا من خلال الخريطه، فبترجع بقى للخطوات اللي قبلها، بترجع للتحسين، وبعد كده بترجع للميجر، وتعيد الكلام ده تاني عشان الخريطه ترجع تبقى نورمال بيهيفير. يعني ايه؟ يعني ايه في تدخل في الصوت مع كورس تاني؟ حد سامع كورس تاني؟ هو في حد بيتكلم غيري في الكورس؟ في كورس تاني شغال؟ في كورس تاني شغال يا استاذ شريف كده؟ طيب ماشي. فأرجو من حضراتكم إن أنتم تكونوا فهمتوا مادة علمية كويسة معايا، وإن شاء الله هنشوف بعض يعني في القريب العاجل، وهقدم لكم حاجات جديدة إن شاء الله أنا شغال فيها من دلوقتي، ببتدي أحضر فيها من دلوقتي، لأن الحاجات الجديدة دايماً أنا بحب أخش على مراجع كتير في الأي كيو إف والإي إس كيو، وبشوف دايماً الجديد هنا وهنا، وبشوف دايماً كتب تانية في الأيزو، وبدخل كل البيانات يعني الحاجات في بعضيها عشان اعمل لكم تفكير كويس، ماده علميه كويسه تقدر تفكوا في شغلكم ان شاء الله. ولو في اي حد عنده سؤال تاني قبل ما اختم يتفضل على الشات يبو. طيب مفيش اي اسئله عندكم تاني؟ طيب انا زي ما اتفقت معاكم ان شاء الله اللي هيبعت النهارده الفاينل بروجكت بتاعه انا هبص عليه وابعت الدرجه بتاعته للمهندس احمد حسام، هيضيفها في الكشف اللي انا عملته، وان شاء الله هتابعه مع المهندس احمد حسام موضوع الكشف. اه يا استاذ اشرف، ممكن اتنين يقدموا المشروع لو مجالهم واحد، يعني لو مجالهم واحد يتفضلوا يشتركوا فيه، بس تكتب اسمكم انتوا الاتنين وارقام كشفكم. هتكتب اسمك واسم اللي انت اشتركت معاه على المشروع في السبجكت فوق، وتكتب رقم الكشف بتاعك ورقم الكشف بتاعه، وينفع ما طبعا طالما المجال واحد انتوا شغالين في مجال واحد ينفع ان شاء الله، كل حاجة تنفع ان شاء الله. تمام يا أستاذ شريف، مفيش مشكلة.
طيب لو في قيم مقاسة خليها على 2 كنترول بقى، عشان انا طالب خريطتين. ماشي يا استاذ شريف، يعني اعمل لي الاي ام ار، واعمل لي مثلا واختار لي واحده من الاكس بار اند اس والاكس بار اند او. ماشي يا استاذ شريف، يعني هتخلي لي القيم بتاعتك طالما مش اتريبيوت هي قيم مقاسه، اعمل لي خريطتين للمقاسه الفاريبلز، اعمل لي خريطتين. بيطلع مشكلتين. يعني انت كده عندك اخترت الاكس ار اند الاكس بار اند ار، صح؟ انت كده اخترت ايه من واحد لثلاثة؟ يعني انت عامل كام خريطة؟ انت عامل كام شرط؟ 2. خلاص، طالما عملت 2 خريطتين خلاص، وهتحدد لي على كل واحده اسم الايه الشرط بتاعك، سواء اكس بار اند ار او اكس بار اند اس. لا لا لا، مش لازم يكونوا مختلفين، مش لازم، لان انت البيانات اللي انت مدخلها متقاسه، فانت هتعمل اتريبيوت ليه؟ ما بص، يعني هو الفاينل بروجكت مش قران، يعني مش حاجه، لا ده مجال عملك، انت بتعمله في مجال عملك، اللي انت بتشوفه في شغلك بتطبقه وبتعمل عليه الفاينل بروجكت، بس الحاجه يعني مش الزام عليك. ماشي، انت بتطبق يا استاذ شريف اللي في مجال شغلك، انت شايف ايه في شغلك بتنفذه، الحاجه ديت ترجع لك، الفاينل بروجكت دوت حاجه ترجع لك، مش حاجه الزام عليك، انت بتشوف ايه في شغلك وبتنفذه. هل انت بتعمل الكنترول شارد في خواص في اتريبيوتس؟ بتعمل، ما بتعملش في الاتريبيوتس وبتعمل في الفيريبلز وحاجات متغيره، بتعملها زي انت بتشوف، كل واحد اضرب مكان عمله وكل واحد اضرب شغله، تمام؟ فالعمليه يعني مش الزام على حضرتك يعني، لا. تمام كده يا رجاله؟ تمام يا شباب ولا ايه؟ احنا معانا بنات ومعانا تمام يا شباب؟ فزي ما حضرتك بتقول ان اللي انت شايفه في مجال عملك بتنفذه، يعني اللي انت شايفه في مجال عملك بتنفذه، فما ما ينفعش انا الزمك بداتا او الزمك بمعلومه تقولها تحطها وتقول لي المهندس اسامه قال كذا، لا، انت اللي شايفه مناسب لعمل الفاينل بروجكت فور سيكس سيجما ميثودولوجي ان يور جوب اعملها، تمام؟ اللي شايف نفسه واللي شايف معلوماته اللي لمها هتعمل ايه في الفاينل بروجكت بتاعك. يعني في مثلا هقول لكم مثال جميل، انا عندي هنا خدت بروجكت ضمن الناس مش عايز اذكر اسمه، خد امتياز، عامل في المجال العمل، يعني عامل بروجكت هايل 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 بصراحه، عامل بروجكت هايل في مجال عمله، وعامل حاجات يعني انا ما توقعتش تطلع من حد انا بشرحه بصراحه، يعني وكاتب داتا ومزود حاجات، يعني زود حاجات انا بصراحه يعني ما شرحتهاش. فاللي شايف اللي هو يقدر حاضر، هفرود لكم المشاريع اللي خدت امتياز كلها. حاضر حاضر يا استاذ شيماء، المشاريع اللي خدت امتياز هبعتها لكم على الجروب عشان تبصوا عليها
و خلاص كده يا استاذ شريف، يعني هو اخر ميعاد للمحاضرات بتاعتنا النهارده. مراجعه على الفاينل بروجكت، انا رجعت النهارده على الفاينل بروجكت، فمش هينفع اعمل محاضره تانية بصراحه. انا كده واخد فاينل بروجكت محاضرتين، المحاضره اللي فاتت، وبعدين ده انا بتكلم في الفاينل بروجكت اصلا بقالي 20، وقلت لكم كل واحد يعمل الفاينل بروجكت بتاعه، يخلص الديفاين يعمل كذا، يخلص الميجر يعمل كذا، يخلص الانالايز يعمل كذا، يخلص الامبروف يعمل كذا. فمش هينفع تاني اراجع تاني برضه، على لان انا رجعت دلوقتي برضه على الفاينل بروجكت وقلت البروسيدور كلها وقلت السيكونس كلها فيعني انا هشير لكم ان شاء الله على الجروب المشاريع اللي خدت امتياز، او اخلي المهندس احمد حسام يبعتها لكم على الجروب عشان يبقى ريفرنس ليكوا وتبصوا عليها وتشوفوا الدنيا فيها ايه. المهم، حد عنده سؤال تاني؟ كورس في اي حد فيكم عنده سؤال؟ مفيش اي حد فيكم عنده سؤال؟ طيب انا مستنظر بقى ان شاء الله النهارده منكم الفاينل بروجكت بتاعكم، وعندكم تولرانس النهارده لغايه منتصف الليل النهارده، وبتمنى لكم النجاح والتفوق، واشوفكم على خير ان شاء الله في كورس جاي جديد قوي جدا جدا، وربنا يسهل لكم الحال جميعا، واشوفكم واسمع عنكم كل خير، وبتمنى ليكم النجاح ان شاء الله. في اي حد عنده فيكم سؤال قبل ما اختم؟ اي حد معايا اونلاين عايز يسال اي سؤال؟ اتفضل يا استاذ شريف. اتفضل يا استاذ شريف، سؤال حضرتك ايه؟ يعني ايه السؤال؟ مش فاهمه. يعني ايه عمات المنهجية؟ لا مش هقدر افتح الصوت بصراحة. حضرتك اكتب السؤال على الشات وانا هجاوبه. لو بعد ما يعني ايه؟ هي المنهجية اللي عندك الدماغ. انت بتطبق المنهجيه بتاعتك خلاص، هي الديماك، هي المنهجيه بتاعت السيكس سيجما بس. كل المراجع اللي في السيكس سيجما هي بتشرح الديماك، ما فيش منهجيه هي الديماك. بعد ما طبقت المنهجيه وعملت كل الخطوات وجيت اجمع بيانات تاني واعمل تحليل، يعني ايه يا استاذ شريف؟ بروسيس ايه؟ كل الخطوات وجيت اجمع بيانات تاني واعمل تحليل والبروسيس كابابيلتي طلعت اقل من واحد. يعني انت قصد حضرتك ان البروسيس كابابيلتي بتاعتك، لا مش انت عندك ان البروسيس كابابيلتي من زيرو نيد امبروف، هتعيد العمليه ليه؟ لو نيد امبروف انت كده كده طبيعي بتخش على الامبروف يا استاذ شريف. انت تعيد العمليه في حاله واحده، تعيد العمليه في حاله واحده لما تكون بالماينس ريهابيليتيشن، هي دي اللي لازم لها عدد تعيد العمليه. ان انت من زيرو لواحد هي نيد امبروف، خدت بالك؟ لا ما تطبقش هتعيد تطبيق المنهجيه ليه؟ لا انت عندك لما تكون كيبابل ونيد امبروف بتكمل عادي. ماشي يا استاذ شريف؟ لما بتكون كيبابل ونيد امبروف بتكمل المرحله اللي بعد ماشي؟
لا، لما بتكون كيبابل ونيد امبروف، انت بتعيد العمليه في الريهابيليتيشن، لان العمليه كده عندك بايظه، ما ينفعش تعمل لها امبروف ولا ينفع تشتغل عليها. انت بتفهم ان في مشكله عندك ايه في العمليه، تمام كده؟ لما بتكون بالماينس هي دي المشكله. لما بتكون بالماينس يا استاذ شريف هي دي المشكله الكبيره. اعاده تاهيل يعني الارقام اللي انت حطيتها اللي انت قست عليها البروسيس كيبابيلتي فيها مشكله كبيره، تمام يا استاذ شريف؟ لما بتكون بالماينس، لما الرقم اللي هو بتاع البي بي كي بيطلع بالماينس، بتعرف اوتوماتيك ان الارقام اللي انت دخلتها، ان الارقام اللي انت دخلتها فيها مشكله، او لاما الداتا غلط، لاما البيانات اللي انت جمعتها اللي انت قستها غلط، تعرف في حاجه غلط. انما لما بتكون كيبابل ونيد امبروف انت بتكمل عادي العمليه وبتخش على المراحل اللي بعديها. يعني بص، في الفاينل بروجكت، في الفاينل بروجكت يا استاذ اشرف، في ناس مطلعوا لي العمليه ريهابيليتيشن بس كملت عادي، بس يعني الناس الرقم اللي هو اللي طلعته، طبعا هي الناس ما كانتش تعرف المعلومه دي، انا لسه قايلها دلوقتي اهو. لما الرقم يطلع بالماينس في البروسيس كيبابيلتي هتعرف ان في مشكله عندك، لاما في الداتا اللي انت دخلتها اللي انت قستها، لاما في اللي جمع لك البيانات من خلال التيم ورك اللي انت كريته، او في مشكله في العمليه اصلا. يعني في مشكله في العمليه او الداتا او البيانات اللي انت جمعتها من خلال التيم ورك او من خلال القياسات. بيتحسن. طب الريهابيليتيشن ما بيتحسنش، لازم تشوف المشكله وتحلها قبل ما تخش على المراحل اللي بعديها، ده باستثناء الفاينل بروجكت اللي انا قلت عليه. انما في مكان شغلك بقى، لو هتطبق عملي، لو انت هتطبق عملي والارقام طلعت لك في البروسيس كيبابيلتي بالماينس، انت ما بتكملش بقى المراحل، انت بتقف وتعمل ستوب ماشي لغايه لما تشوف الدنيا فيها ايه، لان البروسيس كيبابيلتي هي في شابتر الانالايز، فاهم حاجه عندك في الانالايز البروسيس كيبابيلتي. هتخش ازاي على الامبروف وانت عندك في مشكله في التحليل، في تحليل قدره العمليه، قدره العمليه عندك بالماينس، معنى ذلك اللي عايز اعاده تاهيل، فما ينفعش ان انت هتحسن، هتعمل تحسين ازاي وانت عندك اللي العمليه فيها مشكله. لما تيجي بقى تجمع بياناتك تاني زي انت ما بتكاتب كده، وتشوف ان البروسيس كيبابيلتي قربت من واحد، يعني محتاجه ايه؟ امبروف. ماشي، انا كده كده داخل على الامبروف، هحسنها في الامبروف، انما مش بالماينس. يعني الكيبابل والنيد امبروف هتكمل تعمل الامبروف وتعمل الكنترول، انما في الانالايز لو طلعت البروسيس كيبابيلتي بالماينس هتقول ستوب، لا يا جدعان في مشكله كده عندي في العمليه، العمليه لا اما انتوا مدياني داتا غلط، لا اما انا دخلت الداتا غلط المينيتاب عشان كده رسمتها لي بالماينس، لا اما التيم ورك جاب لك بيانات مش مظبوطه، لا اما العمليه فيها مشكله. ما يا استاذ شريف، فهمتني يا استاذ شريف؟ تمام، سؤال حلو يا استاذ شريف بصراحه. يعني ان استاذ شريف دايما بصراحة بيسأل الأسئلة اللي هي فعلا عملية، يعني شكله بيطبق فعلا على مجال عمله، وأنا يعني عايز منكم كلكم كده بصراحة. يعني أستاذ شريف بيفكرني بنفسي أيام ما كنت باخد الجرين، أنا خدت الجرين في 2020، يعني من حوالي سنتين كده، وكنت لما كنت باخد الجرين
كنت دايما اروح شغلي، والله زي ما بقول لكم، يعني كل حاجه كنت باخدها في الكورس وانا في كورس الجرين كنت بطبقها في شغلي، وده اللي خلاني وساعدني في لما امتحنت دولي وعملت البروجكت بتاعي في من خلال الاي كيو. الشغل العملي مفيد جدا وتطبيقه مهم جدا، اصل هي مش معلومات انا بحفظها وخلاص، لا انا معلومات بدرسها عشان اطبقها، لو ما طبقتش المعلومه ملهاش لازمه، ملوش لازمه الدراسه. فبصراحه استاذ شريف يعني بيفكرني بنفسي لما خدت كورس الجرين من سنتين، كنت بعمل زيه كده، اي حاجه ادرسها في الكورس اروح اطبقها في شغلي، اي حاجه حتى لو كانت نظري، يعني ما فيهاش مينيتاب او فيها اكسل او فيها تمرين او فيها اي حاجه، بروح حتى لو كانت نظري، معلومه نظري، بروح اطبقها في شغلي. عشان كده كانت المعلومه دايما تثبت في دماغي، بدرس ببص مع المحاضر، بتابع بالكتابه، بتابع بالحضور، بطبق المعلومة من خلال الشغل، فده إيه؟ بيخلي دايما الدنيا تثبت معاك. وكل خير، وبتمنى لكم كل توفيق ونجاح، وأشوفكم دايما على خير، ودايما تتابعونا من خلال بي آي إم أرابيا. أنا بعتبرها الشركة يعني شركة محترمة ومنصة تعليمية مهمة جدا، وليها كل التقدير والاحترام، وكل العاملين عليها، والمهندس عمرو سليم، والمهندس احمد حسام، والمهندس محمد حسين، وكل الناس اللي انا يعني ما قدرتش اذكر اسمائها، ربنا يوفقهم وربنا يجازيهم كل خير، وبتمنى لهم التوفيق والنجاح دايما ان شاء الله، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.